لو الحكاية فيها إن فيتو المنافسة قد تكون محتدمة أحيانا، قد تكون سهلة أحيانا أخرى، لكن في كل الأحوال المنافسة ضروري للمصعفين، لابد أن يكون خيارات واختيارات، لا يمكن أن يفرض على أي جماعة ديمقراطية زي الصحفيين خيار واحد، وبالتالي كلنا تحت المنافسة وفي هذا فليتنافس المتنافسون، والأمر في النهاية هي الجمعية. بالقطع انا بالامس حاولت ان اؤكد على تقييم لابد ان نكرر في العمل العام سواء كنا منتخبين او بنعمل بالعمل العام كتنفيذي، وهو انك عندما تنهي مده تكليفك لابد ان تقدم كشف رساله.